اسم الله عليك، اسم الله والف ما شاء الله كمان عليك، اسم الله عليك اسم الله يا جامد انت يا سمباتيك. ايه يا عبد الله؟ بيقول لك درجه حراره الحرم 120 فرنهايت. جاتك حمى ما تشيلك، ما تتلم يا عبد الله ولا نديلك عواطف. يا بنت الشغل البيئه ده، انت هتتلزقي ولا ايه؟ يا سم يا عسل، واسم الله عليك اسم الله الف ما شاء الله. عزه يا اخي بعرف خضتني، عايز ايه يا عبد الله؟ انا بس عايز افهم الموضوع. خلي اجرى له حاجه. ده انا اللي هقول حاجه. في ايه يلا؟ في ايه مجنون؟ في ايه؟ اطلع يلا بره. تعالي هنا بس. في ايه؟ يا لهوي حوش. انت هتصوتي يا بنت انت ولا ايه؟ وانا مش احسن من اللي كنت بترقصي له؟ مرقصتين يا اخي بنت. يا لهوي يا واطي يا ابن الكلب. يا عواطف يا عواطف يا عواطف الحقيني يا عواطف. ابنك عبد الله كان مستنيني تحت بين السلم وكان عايز يزنقني. بص يا بنت هو يا ولا عبد الله الكلاب اللي لقيته عصا صح؟ لا والله يا اما دي كدابه. كداب؟ انا شايفه هو داخل ورا بيتها. اخرس يا سلامه لو هطرك في الحاره. جري يا معبد. ولا عبد الله انت ولا عبد الله. ايه فاكرين ان مالهاش اهل ولا ايه؟ ولا خلاص يا رجب جت سليم. يا سلام، هي دي اللي همك جت سليمه؟ هستناها لما تيجي مخطوبه انت وابنك. قسما بالله العظيم لا تبيعها. ويمين على يمينك يا رجب، لو ايدك اتمدت على ابني لاكسرها لك. ابني انا اولى بتربيته. واطي تضربيني يا ام عشان البنت الكدابه دي. اه يا حاره بتصوري عريانه بترقص واحد معرفش مين. يا بنتي وجات عندي والشرف ناح. يا اختي ده رفت لوحدك بدل ما تبلي على اشرف منك. تعالي اقعد شغل البتاع ده اهو. اهو والحاره كلها عارفه. ايوه يا بنتي يا بنتي. يا لهوي يا عسل. يا لهوي يا لهوي.